اهلا بحضراتكم مره تانية من جديد. بيسعدني ويشرفني يكون معايا واحد من نجوم نادي الزمالك، ومش بس نجوم نادي الزمالك، حد من الناس الزملكاويه الاصيل اللي تحب دايما تتكلم مع نادي الزمالك. كابتن محمد صلاح، شرف ليا الله وجودك معايا يخليك، النهارده. الله يخليك، ده شرف ليا. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. انت كمان، ورمضان كريم. ربنا يحفظك. في البدايه عندنا حاجه كتير عايزين نتكلم فيها، ولكن بما ان بكره اول ماتش في بطوله العاصمه الاداريه، فحابب اخد رايك واسالك، شفت ازاي استضافه مصر لبطوله زي دي والفيفا حطها في الاجنده الدوليه للمباريات او البطولات الوديه؟ لا انا مش عايز اقول، يعني في ناس بتقول دي جت صدفه. هي جت عشان الناس تعرف البنيه التحتيه بتاعت مصر اخبارها ايه. وانا بقول للناس بكره هتشوفوا استاد عالمي وارض او نجيله، يعني ارضيه الملعب عالميه. اللي يهمني بكره ازاي الجماهير يجي يمينا. الجماهير في الصيام والمشوار بعيد شويه، فلازم باذن الله، او اتمنى ان وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي يكونوا منظمين ان هم يجيبوا للناس باصات عشان ينقلوهم من الاماكن او في حتت معينه لغايه المشوار بعيد قوي، ويرجعوهم ان احنا في الصيام، يعني مش في ايام عاديه نسهر وكده. لكن انا بقول فرصه للناس كلها اللي هتتفرج على البطوله، خاصه الدول العربيه واوروبا، ان يعرفوا ان في مصر بنيه تحتيه ممتازه مش جيده جدا كمان. ونبداها بكره، ونتمنى ان يكون في بطولات تانية جديده على الاستاد ده وعلى الملعب ده باذن الله. طيب عايز اتكلم معاك بشكل عام عن منتخب مصر، ونحط نفسنا في حته انه منتخب مصر بيستعد لتصفيات كاس العالم، وعندنا مباراه هامه امام بوركينا، فده استعداد للتصفيات. تفضل انه كنا نلعب نيوزيلندا وكرواتيا وتونس، ولا كنت تفضل في الوقت ده بالذات نحتك اكتر بالقاره السمراء، بالفرق او منتخبات اللي شبه التصفيات بتاعتنا؟ لا، هو انا مع حسام في حاجه. مين قالها؟ احنا كنا عايزين نعمل ماتشات قويه. المنتخبات الافريقيه شفناها ولازم تدرس كويس، ولعبناها كمان، ولعبناها وحصل اللي حصل في الامم الاوروبيه الافريقيه اللي فاتت دي. ولكن احنا ما اخترناش الدوره دي، الدوره دي اللي اختارتنا، وفيها فرق كويسه، يعني تونس، نيوزيلندا وكرواتيا، مختلف يعني قارات مختلفه، مدارس. فاحنا هنستفيد. لكن احنا المشكله عندنا في المنتخب بقى بعد العوده او الاخفاق اللي حصل في امم اوروبا امم افريقيا. على حسام حسن هيتعب شويه في الاول، لان انت عارف ماتش الاهلي والزمالك اللي جه، اعتقد احساسه اختلف. دي لعيبه مصر اهي، ما كانوش على ما يرام يعني. ولكن هو في الفتره اللي فاتت دي مع المتابعه بتاعتنا، التمرينات، الاختيارات، رغم انا كنت قلت ان هو ظالم في اختياره لعيبه الزمالك، ما انا اسالك دي حقيقه يعني. ولكن هيضطر بعد كده هياخد لعيبه الزمالك، هيضطر، لان لعيبه الاهلي هتمشي وهتشوف، او معظم او جزء هيمشي عشان الماتش وجزء لا، هيبقى عنده نقص عددي في اللعيبه، هيضطر يجيب من الزمالك. لكن انا كنت اتمنى من الاول نفتح صفحه جديده مع جماهير الزمالك ولعيبه الزمالك، فالاختيار يكون عادل. بمعنى لما تيجي تختار 10 من الاهلي، مع احترامي للاهلي طبعا والبطولات واللي هنقعد نتكلم، والزمالك واحد، لا احنا مش درجه ثالثه. هتقول لي مصابين، اعتقد ان هو قال ده مصاب، طلع عبد الواحد قال لا مش مصاب، ده مش عارف مش جاهز. طب ما بالورقه وقلم نتكلم، عايزين نحط امثله يعني. احنا مثلا يعني انت شايف مين تستحق من نادي الزمالك؟ قول لي اسماء كده. انا طبعا معاك، انا بس بنوضح في الفتره الاخيره. الفتره الاخيره المفروض اخد منها واخرها اهلي وزمالك طبعا، او اهلي وبنك، البنك الاهلي والزمالك والجونه. تمام، اخد من دول. تمام، ما اقدرش اقول لك ده انا هاخد من سنتين. تمام، انت دلوقتي خدت عواد اخر ماتش ما لعبش، ادي واحد. فتوح ما خدتوش، لعب وجاب جون وعمل جون، او في تطور او استعادته للياقه البدنيه والفنيه. شلبي لا غبار عليه. طب واخد على حساب فتوح مين؟ ما دي برضو سؤال. مش واخد حد يعني. شكري حمدي بس، شكري خلي حمدي مش هيلعب في ما عشان موقوف. بص، شكري لعيب كويس، لكن الخبره بتاعت المنتخبات لسه. يبقى فتوح ممكن اخد الاثنين عادي، وانا حر العب مين. او بتزق واحد ورا واحد عامل منافسه، ما فيش مشكله، دي بتاعتك انت، كان في اختيارات. طب ايه السبب من وجهه نظرك استبعاد فتوح؟ ما انا ما اعرفش. حتى لما طلع قال ان انا شلبي كان متعور او بتاع، عبد الواحد قال لا، ويا فتوح
ما قالش حاجه على فتوح. شلبي لعب 90 دقيقه وفتوح لعب 90 دقيقه يعني. لا في ماتش الاهلي يعني انا بحب محمد هاني. لا هو ركب على محمد هاني طول المباراه بامانه، ولكن انت حر في اختياراتك. بس انا ما كنتش عايزك تبدا بان انت يبقى في صراع بينك وبين الزمالك والاهلي او الجماهير يعني، لان 10 كتير من ضمنهم اتنين ما بيلعبوش، واحد متعور واحد ما بيلعبش زي كوكا او اكرم توفيق مثلا، او كان بيلعب شويه. طب انا لو عايز اخد من كلام حضرتك واقول هو طلع صرح وقال ان في لعيبه لسه مصابه او ما اقدرش اخدهم عشان مش جاهزين بنسبه 100%، طب ما في لعيبه خدها وهو يعني انا بسالك، ما انا عايز يعني لسه راجع من اصابه وما يعني ما لحقتش حتى التاهيل خلص وما رجلها مش ماشيه في الملعب. حلو، كحضرتك مدرب وعارف يعني ايه رجله ماشي في الملعب، مدير فني. انا هو انا وانت خلينا نقول احنا من الجماهير بره في الشارع هنقول كده. المنطق عندي بيقول ايه؟ مين اللي لعب ولعب كويس يتاخد؟ يا سيدي عندك نسبه ان شاء الله 20% مقارنه بيني وبين واحد انت حاسس ان هو لو سليم هيبقى كويس، بس لازم تقول للدكتور فين التقرير الطبي بتاع محمد صلاح او محمد حسين او يقول لك لا ده لسه ده في التاهيل. لكن انت ما عندكش فرصه كمان ان انت تاخد واحد تخليه مش مصاب وتاهله كمان عشان يلعب، ده الماتشين يا دوبك فيش حاجه يعني خلاص. ولكن هو هيرجع للزمالك ليه بقى ويختار لعيبه الزمالك ليه؟ لان في لعيبه هتمشي او واحد اتعور زي الشحات خلاص وهيلعب الماتش بتاع سيمبي ماشي، هتعده فين بقى؟ الاهلي اللي هيعده ولا انت؟ شلبي انت واخده سليم اهو. انا عايز اسالك سؤال في حته شلبي ده، ليه تم استدعائه متاخر بس؟ هو اللي حسام بيسال عليه. ما هو بص اقرب حاجه انا اقول لك ايه، ده مصاب مش هيقدر يلعب، لكن انا لا املك كمدير فني ان انا اقول انت مصاب ولا لا، لازم الدكتور وفي يعني تقرير يعني اختاره والدكتور هو اللي يقول. لازم تسال دكتور الزمالك يعني الدكتور محمد اسامه لازم يقول ده مصاب ولا لا. هو لعب 90 دقيقه من غير ما هو طالع قدامنا مش مصاب. هيكون اتعور في اوضه اللبس يجوز، او في التمرين الاستشفائي تاني يوم، هو طالع المدرج ممكن اسامه يعني الدكتور هو اللي يقول ده مصاب ده محتاج كذا وياخد التقرير يوديه للكابتن حسام ويقول له يا حسام ده هيلعب بعد 10 ايام وارجع بقى. ما هو محمد صلاح كان كده. محمد صلاح اللغط فيه يعني ده اللغط ده كله في محمد صلاح ده قصه يعني انت يعني. وانت قاعد مثلا في المدرج بتقول لا ده مش متعور ده بيهرب. لا انا لو قلت كده لازم اتعاقب على الكلام ده، لان هو عمره ما هيهرب محمد صلاح، ويتمنى يلعب كل الماتشات في منتخب مصر طبعا. ولما راح هناك قعد حوالي شهر ونص ما يلعبش، ولما لعب قبل الشفاء التام اتعور ورجع تاني. طب ده اشمعنى ده؟ وانا اللي ناس اللي جنبي او بالتليفون اخد تقرير اقول ده موجود ولا لا، لان انا عايز اختاره، يقول لك لا مش دلوقتي. يبقى الناحيه الطبيه هي اللي بتحكم، لكن واحد لعب 90 دقيقه ما اتاخدش، واحد ما لعبش 90 يوم اتاخد. فعشان كده بقول كان في ظلم لعيبه الزمالك ان على الاقل ياخد ثلاثه او اربعه موجودين. مين تاني كنت شايفه مع فتوح؟ عمر جابر في الفتره الاخيره. طبعا زيزو ربنا يشفيه ويرجع. دونجا على ما اظن زيزو لو كان سليم كان هيتاخد اساسي يعني مفيش. اكيد ده انا بقول لك ممكن يتاخد في الثلاثه بتوع الاولمبياد زيزو. وبكره فكره بس ان شاء الله يبقى سليم. مين تاني عندك؟ قلت دونجا وعمر جابر وفتوح. فتوح حتى انا هقول لك على حاجه، انا ساعات ببقى مقتنع بلعيب بس مش فورمه دلوقتي انا اخده خليه يبقى كويس، وخاصه دي ميزه في حسام ان انا اجهزه نفسيا حتى لو مش هلعبه واقول له وانا ان شاء الله اعتمد عليك انت واحمد وشكري يبقى في منافسه. لكن انا ما عنديش، وعندي واحد موقوف وواحد مش شكري مش صغير في السن على فكره، كولر ده قال على شكري انه مش باك ليفت، تصريح انا قريته، ما بيعرفش يدافع. لكن الولد من خلال الماتشات في الدوري بقى كويس، بيهاجم ويدافع وبيشوط وبيجيب اجوان. بس ناقصه من الخبره انه يلعب مباراه زي اللي جاي. يبقى الخبره مين؟ فتوح. حاليا دلوقتي فتوح. طب انت شايف ان هو ممكن يستدعي فتوح بعد البطوله دي؟ لو نسي اللي فات. لان حسام ما بينساش بسرعه يعني. نسي اللي فات بمعنى؟ كان في مشاكل ايام سموحه شويه.
اتمنى يبقى بس يمكن دلوقتي احنا في مرحله يعني احنا هو منتخبنا منتخب هو اللي فوق هو دماغنا وهو الاولويه فبنركن اي خلافات. يعني انا لو حضرتك بقيت مدير فني منتخبنا الوطني وفي خلافات بينك وبين لعيب واللعيب ده هيكسبك وهيوديك في حته تانية هتضطر انك ما تاخدوش؟ طبعا هيكسبني انا اجيبه، انا مش دعوه بالخلافات. اول خلافات كانت وقت وانتهى. واحنا في شهر كريم يعني في الرحمه وفي التسامح. صح. مش هقعد افتكر اللي عدى من 5 6 سنين. لا، اللي هيكسبني او اللي ممكن يفيدني. خلي بالك يعني هو حسام بس مزنوق في الوقت القصير، فلازم يختار الانسب له في 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 المرحله دي، مش الافضل اللي هو اللي يكسبني. لو قلت الافضل نص اللعيبه دي ما تروحش المنتخب، نص اللعيبه بناء على اخر ماتشين كفايه قوي، اهلي وزمالك والجونه وبنك الاهلي، ولاعيبه من الفرق الثانيه من الجونه او البنك الاهلي من حقها انها تروح على المستوى ده تاخد فرصه. لكن احنا بنقول الخبره والوقت قليل وقصير، ومين هيستحمل ماتشين في 3 ايام؟ عشان كده بقول لك ربنا يكون في عونه. لكن انا لسه بقول له في الاخر وقبل كده قلت ان هو ظلم لعيبه الزمالك. الى اي مدى غياب محمد صلاح سيؤثر على اداء منتخبنا الوطني حتى لو بطوله وديه؟ شوف مين، عايز اقول لك على حاجه بس انا ميال شويه لصلاح، لان ده اصلا الايقونه بتاعتنا اللي احنا يعني كلنا بنتكلم فيها. فانا مش عايز يبقى فيه مش عايز اقول صراع. لا، هو يعلم محمد صلاح، هو لو سمعني يعلم ان هو لاعب، وحسام مدير منتخب الفني منتخب مصر، هو بيتعامل كده. ولكن ما سبق قبل حسام ما يجي ابراهيم في الفضائيات كانوا جايين عليه شويه من خلال انتقاد للاداء في البطوله. شايف ان هو واخد موقف يعني؟ لا، هو مين صلاح؟ لا، يمين صلاح متعور فعلا. واحنا بره لو هنا بنهزر، بره مش هيهزر، مفيش هزار، فهو عايز يجهزه اللي يلعب. بدليل ان لما حصل فيه تفاهم في الاخر ان صلاح هيكمل مش علاجه بقى يكمل لعبه، لان الفرقه بتنافس على البطوله وخسرت اخر ماتش، وان هو المباراه الدور دي وديه وانا هكون معاكم في يونيو، ده كده براءه. فالدوره دي في ميزه لحسام ان هو يجرب اللعيبه او بعض اللعيبه، او يستقر على الشكل العام الاول، وبعد كده الدوليين دول هيلعبوا العاب وموجودين موجودين. لكن صلاح انا بقول لك لو صلاح مش سليم مش حي ولا هياثر 10% في المنتخب. لكن لو سليم هياثر، بس احنا كنا بيأثر علينا احنا شخصيا كمصريين في ايه؟ كل ما بيلعب ماتش الفرق الثانيه بتفيدنا في حاجه، بتراقب واحد او اتنين يراقبوا محمد صلاح. كل الفرقه معتمده على محمد صلاح، بالعكس المفروض ان كل الفرقه دي تخدم على محمد صلاح. واديك مثال ميسي. صحيح. ميسي ما بيعملش حاجه خالص في الملعب، ان كله يجتهد ان يديله الكوره. صحيح. لكن صلاح في المنتخب بيبقى بلاي ميكر. بيلعب في نص الملعب، بيخلص وينج ليفت، وبعدين راس حربه، وبعدين يجيب اجوان، وضربات الجزاء الوحيد اللي بيخش بقلب جامد دي خبره، والاوفرات والفاولات، فكل الحاجات دي بنحملها لصلاح. صحيح. طب الباقي؟ وبعدين مش عايزين ننسى مين السبب بعد ربنا خلانا كاس العالم؟ ضربه الجزاء بتاعته والهدف بتاعه اللي قبل الهدف، واللي عيط لما اتعادلنا وبعدين كسبنا. عايزين نتمنى له الخير ونفتكر له الحاجات الكويسه، مش كل حاجه ضرب ضرب ضرب. شايف ان كابتن حسام حسن كان مركز مع الانديه الكبيره ومش مركز شويتين مع باقي الفرق؟ يمكن كان في المدربين اللي فاتوا شفنا حتى لو كانت نتائجهم مش احسن حاجه، ولكن في الاول والاخر طلعوا لنا 1 2 3 4 نقدر نستخدمهم ونميل عليهم لمده 5 6 سنين قدام. لا، الحق يتقال ان حسام هيعمل كده، بس لما الفتره تبقى واسعه شويه. يعني من خلال المشاهده اللي جايه هيحط ايده على بعض الناس، يعني خد شكري اهو. هو اكيد شاف شكري وعنده نقص في الحته دي فاختاره. هو حسام بيحب يطلع صغيرين، وممكن يبص المنتخب الاولمبي كمان بتاعنا لو في حد يصلح ان يلعب فوق. خد محمد الشامي كمان. شوف، هو الشامي في ناس يعني اختارها ممكن ما يكونش ليها اي دور في البطوله. دور في البطوله يعني 4 ايام يا مينا، الماتشين ورا بعض، وهو عايز يكسب. خلي بالك هتفرق قوي مع حسام ان ياخد البطوله دي. طبعا تفرق كتير جدا. سيب ان هي وديه ونيوزيلندا وبقت عندك في مصر، فالامور بقت اريح. لكن هو في الفتره الجايه انا بقول لك هيبص على بعض اللعيبه الصغيره، وخاصه عايز ينزل بالسن عشان يعمل فرقه ل 26. طب خليني اسالك عن حمدي وناصر ماهر.
شفت ان كان ممكن يكون ليهم دور حتى لو هيكون ليهم دور، بس هم ما لعبوش الوقت اللي تقدر مثلا. لو انت قارنت حمدي وناصر بمين في المنتخب دلوقتي؟ بمثلا امام عاشور مثلا نقول، او مروان كوكا، عطيه. مروان عطيه، لا كوكا، كوكا ما عنديش، ما ولا باصص له الراجل، ما لعبش، ده مصاب. على قديم، طب ما انا اجيب حمدي ده على قديم وناصر على قديم. انا بتكلم دلوقتي، دلوقتي مروان عطيه و وعاشور. امام عاشور ومين تاني يا جماعه في نتخذ في بس هم يعني دول كفايه، الاثنين في الملعب ولعبوا وقت كافي. يبقى انت قلت الاثنين في الملعب وشفناهم، لكن دول هيجوا يعني وقتهم جاي. بس زي ما اقول لحضرتك، الوقت اللي يسمح لحسام ان يقدر يبقى عنده اختيارات بشكل واسع شويه هياخدهم، او هياخد حد منهم. طيب هل منتخبنا الوطني كان يحتاج لبعض العناصر الخبره اللي شاركوا في مونديال 2018 زي شيكابالا، عبد الله السعيد، النني، طارق حامد، ولا كابتن حسام حسن قرر ينزل بمعدل الاعمار؟ لا، ما انت لو قررت، تعالى بقى مين اللي فوق ال 30 اللي موجودين دلوقتي؟ حجازي. صح، حجازي، تريزيجيه تقريبا، فكرني، ما اعرفش. انا بحاول اجمع يعني. ده سؤال صعب، خد بالك ده سؤال سرعه. تريزيجيه، حجازي، ابو جبل، مين تاني يا جماعه؟ لا، عمر جبل ده عندنا. لا، هو هينزل بالاعمار. انا بقول لك عشان فتره تبقى كبيره ولغايه 2026 ممكن، لكن اختياراته لشيكابالا او عبد الله السعيد صعب قوي قوي، صعب. اجاده ما اجادوش، صعب جدا ياخده. ان هو بصي، حسام عايز يعمل حاجه جديده. خلي بالك، عبد الله كان هيتاخد في المنتخب الفترات اللي فاتت، بس دخل في ده ولا ده. عندكم كل حاجه طبعا، لكن انا بتكلم على المعرفه القليله بتاعتي. لكن ده لما تيجي تقول له حسام خد شيكابالا وخد عبد الله ومين تاني، بس ليه صعب يا كابتن؟ يعني ليه صعب؟ عشان انت بتتكلم في حته السن. طب مش يعني السن، مش السن. ايه يعني عبد الله السعيد لو اجاد وشايف ان هو ينفع منتخبنا الوطني، ليه صعب ان الراجل يضمه؟ مش هياخده. ما انا بسال ليه بقى؟ ما هو ليه دي وجهه نظر يعني؟ حتى لو احسن لعيب في مركزه في الحته دي في مصر، مش هياخده برضه؟ انت لسه بتقول لي ما خدش ليه ناصر ماهر؟ ما خدش ليه فتوح؟ ما انا مش عايزه يركز على الزمالك. بص انا بقى انا بحبه اهو، ما تركزش مع الزمالك في ايه؟ يعني دلوقتي اول حاجه قال لك ايه؟ ده هو بينحاز للاهلي عشان العلاقه، عايز يعمل ود وساب الزمالك. وبعدين قبل كده ما قال لجماهير الزمالك هاخد من اللعيبه لا، احنا عايزينه يختار الصح. اللي انا وانت والناس اللي بتتفرج بره قول ده يستحق وده لا، حتى لو شايف لا يستحق لا يستحق. لكن مش هاخد حد وحش او ما يعني ما لعبش كويس واخده ويجيب لي نفسي انا الصداع ليه خدت ده. هيرجع يقول لك انا حر. حر وهتتحاسب خلاص، لكن لازم يبقى في مؤتمر انا ما خدتش ده عشان كذا. النهارده اتكلم في المؤتمر وجاي لك، او امبارح تقريبا في المؤتمر الصحفي، وكان كلامه انه لما بعض الصحفيين وجهوا له اسئله فتوح وليه وفي لعيبه، قال لهم انا مش عارف الناس ليه مستعجله، مش عايز الناس تستعجل، ويمكن ده اول معسكر، في ناس تاخد فرصتها دلوقتي وفي ناس تاخد فرصتها بعدين. هل في من الرفاهيه والوقت يسمح ان احنا نجرب، واحنا تقريبا بعد البطوله دي خلاص داخلين على مباراه بوركينا الاهم في تصفيات المونديال، هي ماتش بوركينا ده كسبته قطعت نص الطريق. طيب هيجرب مين؟ يعني اديني كده اسم. ده دي تصريحاته. التصريحات دي اللي قال قبل كده فتوح. مش يعني لعيب زي محمد شكري، محمد الشامي، كل دي لعيبه جديده مثلا. حلو، عمر نشوف. حلو. المتغيرات انا بقول لك خبرتي، المتغيرات في اللي جاي ممكن واحد او اتنين في دول مش هيبقى في المنتخب. لما الامور كلها تستقر ويجي الدوليين ويجي اكمال المصابين والناس اللي راجعه. لكن هو عايز ينزل بالسن من حقه. ما يقولش صلاح متعور وهو مش متعور. زي مثلا شلبي. وعلى فكره شلبي ده عنده مشكله، بس ان شاء الله يلعب، لان عنده مرموش. حالا كنت لسه هسالك سؤال، انت عندك ثلاثه في مركز واحد، تريزيجيه مرموش ما شاء الله عليهم، عارفينهم وحافظينهم، وهم الاثنين منافسه شريفه بيدبوا في بعض في الملعب. لازم مصطفى، زاد عليهم شلبي، لازم مصطفى يموت نفسه مرتين ثلاثه. يعني يوري لحسام ان انا قدير ان العب. شايف هيبقى ليه دور؟ هيبقى ليه بعض الادوار، يعني مش الدور كله، لان هي غصب عني انا كمدير فني بختار الراجل اللي احتك احتكاك قوي وماشي كويس في دوريات اقوى مننا، فلازم اختار. انت عندك واحد في المانيا واحد تركيا صح؟ هو بتاع المانيا مكسر الدنيا، اقوى
وهم ماشيين في الفتره اللي فاتت من احسن الناس رغم الظروف بتاعه المنتخب بتاعنا. شلبي لازم يجاهد كتير والا هيضطر حسام ينقل مش عارف شمال ويجيب ايزيز عشان لو هو في مستوى كويس، لكن طول ما هو بيشاغب عشان يلعب بيشاغب يعني عشان يلعب ده حاجه كويسه لحسام ان الثلاثه يكونوا كويسين. لكن ما تجيبش واحد على واحد وحش، يعني مثلا لما تيجي تقول لمصطفى انت مش فرصتك قليله، هو هيقتنع مصطفى شلبي هيقتنع ان قدامه مين؟ تريزيجيه ومرموش. لكن لما تيجي واحد تاني تقول او تجيب مثلا تجيب واحد بيلعب بكره تروح لملعب باك ليفت هيبقى هنا مش صح. انا بص طب ما انا اقدر ان العب هنا حتى لو شكري. سيبك البطوله دي فرصه كويسه لشلبي بالذات، انت على عندك زيزو ولا عندك صلاح، يمكن مصطفى فتحي، فانت ممكن مرموش يلعب يمين وشلبي هي بقى تريزيجيه، يبقى هي تغييره واحده يمكن. وممكن تريزيجيه ساعات بيلعب في نص الملعب او زي زيزو، لان زيزو ممكن شلبي ممكن يبدا المباراه عادي. ممكن شايفها فرصه جيده، اتمنى ان هو هيمسك فيها يمسك فيها شلبي. من ساعه ما كان في انبي وهو عنيد، يعني اللعب بيجي من هنا مش عارف اقول له من هنا يعني ايه، مش بتاع ترقيص وخلاص، لا ده بيجاهد والحاجات اللي بيحبها حسام الروح وان يرجع ويروح ويزحلق. فده لو اداله مساحه حسام وثقه هيلعب. كابتن حسام حسن كنت لسه بتتكلم، عنده الحته شلبي عنده الحته بتاعت كابتن حسام حسن والاداء والروح. مصطفى محمد نفس مركز 9 كابتن حسام حسن، وجرينتا غلاوي على الكوره بيغل زي ما انت بتقول من هنا برضو. اداء مصطفى محمد هيختلف تماما مع كابتن حسام حسن؟ اللي هيختلف في اداء اللعيبه مع حسام هي العلاقه اللي المدرب المصري عنده من الحنكه ان يقدر يستقطب اللعيبه حتى لما بيلعبش، ودي ميزه في حسام. يعني عشان انت ما تزعلش ما بتلعبش، لا ده انا ممكن اقول لك يعني والله مين هتلعب، ده انت اللي هتكسبنا، ده انت بس لو نزلت دقيقه هتجيب جون، الحاجات دي بترفع معنوياتك. فبالك واحد بيلعب اساسي وماشي ما شاء الله السنه دي فرنسا يعني بينافس حاجه جميله. وانا لما اجي اكلم يعني مثلا زي الموضوع اللي انتوا جبتوه بتاع ابراهيم حسن ومحمد هاني، لما حسام يكلم مصطفى كمهاجم بقى مين اللي هيستفيد؟ مصطفى طبعا. ومين اللي بيكلمه؟ كابتن حسام. فدي بتفرق، غير انا ابعت لك حد، فدي هتفرق كتير. ومصطفى من يعني انا عاشرته في النادي، من اللعيبه بتسمع الكلام وبتحاول تعمل اللي مش اللي مزاجه، اللي هو يكسبه. لان هو عنده قدرات في الكرات العرضيه كويس قوي، والتصويب من هو من الكره تحت رجله دي مش موجوده في اللعيبه كتير في مصر. الكلام عن المهاجمين وحسام حسن ومصطفى محمد، طب مين هداف الدوري؟ ما دي بقى ده اللي احنا اتكلمنا فيه. اعذرني يعني انا بحاول اجيب كل لا دي حقيقة. الملفات المتعلقه عنده حالة هداف نفسية. الدوري 10 اهداف حسام اشرف، تمام؟ حلو في البلديه، حلو قوي، ولاعب نادي الزمالك السابق، وان شاء الله يرجع. انا بتمنى انه يرجع. هتمنى طبعا، هو معار يعني. شوف هي المشكله زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، هو انت فتحت بقول لك لو هو بيجرب شوف حسام او ابراهيم لان انا مش عايزهم يفرقوا، ان انا اكلم ده وما اكلمش ده، لو واحد فيهم ايا كان منهم الاثنين جاب التليفون وكلم حسام اشرف، بالله عليك كان هيبقى عامل ازاي؟ فرحته تبقى عامله ازاي؟ لا هيكسر الدنيا. انا شايفك وانت احسن هداف في مصر، بس مش الفتره دي، الفتره الجايه انت هتكون معايا، شوف هيعمل ايه في الملعب. طب ممكن يكون عمل كده؟ لا اتمنى. انا ما سمعتش ولا قريت ولا اي حاجه خالص. اذا كان ما كلموش محمد صلاح هيكلموا حسام. لكن لازم ده لازم يتعمل. الجزء المعنوي ده اهم حاجه. اكيد طبعا اكيد. لان ده دور مدير الكوره، مش اللي ينزل الملعب بس. لا اللي يكلم الناس ويستفسر على المصابين وليه ما بتلعبش، لان دي هي دي المجموعه اللي انا همشي بيها لغايه. وانت عارف حسام عنده حاجه و20 سنه. يعني ممكن استفيد منه لغايه 26. وبعدين زي ما حضرتك بتقول الناس بتبص الهداف ما اتاخدش، الارقام هو 10 اهداف ما اتاخدش وفلان اتاخد، ده بقى الانتقادات. بعدين مين 9 في مصر في الدوري المصري؟ مش بكلمك بقى بره او محترفين، يعني محترفين عندنا مصطفى محمد شريف ماشي ما اتكلمش. الدوري المصري مين لعيب لفت انتباهك؟ وشريف مش ماشي كويس في الخليج. انا بتكلم عن لكن مصر، لكن ده الوحيد. مصر الوحيد الموجودين. يعني هو وعاطف بتاع فيوتشر احمد عاطف.
يعني يعتبر اللي باينين يعني شويه في الدوري المصري. ايوه بس احمد عرف قاله بقى له فتره ما كانش بيلعب وما كانش زي السنه اللي فاتت، لكن اشرف ده اللي كان قدام عينينا حسام وهداف الدوري 10 هداف الدوري. حتى الشامي انا بحب لعب الشامي بس هو ما بيلعبش يعني لو على التجربه لو خلينا نقول ان هو بيجرب اجرب الشامي حتى لو مراكز مختلف، اجرب الشامي ولا اجرب حسام اشرف؟ حسام. ما انا بقول لك محمد عاطف جايب جولين بس في الدوري. في ناس مالهاش دور، مش مالهاش دور يعني راح تاكل وتشرب، لا يعني الفتره دي هو ممكن يكون مركز على مثلا 20، الفتره الجايه ممكن يشيل خمسه ويحط خمسه مثلا، او ان شاء الله يا رب ما يكونش فيه اصابات ولا اي حاجه خالص ان شاء الله يا رب. فدي في ايد حسام يقدر يشكلها ويعملها، لكن انا اخد بخاطر ده ان ده اللي هينفعني بعد كده. واحنا دايما كنا بنعيب او بنلوم المدرب الاجنبي انه ما بيتواصلش مع لعيبته، او اللعيب هو مدرسه صرف كده، انا ستريت فورورد، اللي اختاره اختاره واللي ما اختاروش ما بتكلمش معاه. لا الاجنبي مايل للمحترفين. لا بس الاجنبي عمره ما كان يعمل مكالمه لحسام اشرف يقول له ده اللي احنا كنا بنعيبه عليه. دلوقتي في حاجه زي دي الحته المعنويه اللي حضرتك اتكلمت فيها دي مهمه جدا، عشان كده بستريس عليها. انا بقول لك حتى لو حسام وابراهيم عملوها وما تمش اختياره هتفرق معاه بصوره ايجابيه 90%. وان هو ياخد وعد بس لما تبقى كويس في الملعب المرحله الجايه تكون موجود. يمكن محمد شريف 25 مباراه 3 اهداف. 3 اهداف. احمد عاطف هدفين في الدوري المصري. حسام اشرف هداف الدوري المصري 10 اهداف. لا شوف انا بس اقول لك على حاجه بس. المصري غالبا وربنا يخيب ظني يعني لو قلت له اتفرجت على شريف كم مره مش هيبقى في مرتين ثلاثه. مش متابع يعني. وشايف حسام اشرف بعينه. ده بيروح الملعب. بلاش. فسر بيه طيب. تفسيرك. ها؟ تفسير قبل ما اقفل بقى ملف المنتخب تفسيرك ايه خلاص؟ ده صغير المجال لسه قدامه واسع. خلاص؟ ده محترف، اصل خلي بالك في ناس مدربين بيجوا المنتخب بيختاروا المحترفين بس يلعب ما بيلعبش يجي. لا انا عايز واحد يجي يلعب. هو فيتوريا ده كان ليه اعتماده الاول على المحترفين اللي بيلعبوا؟ رجله في الملعب وعنده بيحتك بدوريات كبرى فبيجي هنا لازم يفرق معايا طبعا. بس لكن السياسه الداخليه دي اللي هي احبك وتحبني ازاي بكلمتين حتى لو انا مش هضحك عليك هقول لك بس بعدين. ولما حسام وابراهيم يتكلموا اللي بيسمع غصب عنه ده حسام وابراهيم كلموني ده انا هموت نفسي عشان الفتره الجايه. فدي اتمنى اذا كان عايز يعمل جيل ورا جيل انه خد من الملعب هو اخطا في حسام. واحنا بالتاكيد في النهايه يعني منتخب مصر هو هدفنا وهو اولويه لينا، فاهم حاجه ايا كانت الاسماء وايا كان مين منتخب مصر دايما يبقى في احسن حال. كل الدعم طبعا لمنتخبنا وكل الدعم للتوأم كابتن حسام وكابتن ابراهيم. قفلنا كابتن محمد ملف المنتخب، استاذنك قبل ما نتكلم عن الزمالك شويه سسبنس كده نروح فاصل سريع ونرجع مره ثانيه. اوعى تروحوا في اي حته. اهلا بحضراتكم مره ثانيه من جديد. اهلا بيك كابتن محمد. يعني قبل ما نتكلم عن الزمالك يمكن معانا خبر لألعاب الصالات بنادي الزمالك. فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 80-71 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على صالة كابتن محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الـ14 لبطولة دوري السوبر. نتائج كالفترات كالتالي: الكوارتر الأولاني 27-24، الكوارتر الثاني 47-44، الكوارتر الثالث 64-55، الكوارتر الرابع 80-71. كده سلة الزمالك هيلاعب سموحة في دور الثمانية من بطولة دوري السوبر، ولم يتحدد بعد موعد المباراة. مبروك، ألف مبروك لفريقنا، ودايما يا رب في فوز وانتصارات متتالية. كابتن محمد، نادي الزمالك ويمكن مبسوطين جدا 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 بالأداء وزعلانين جدا 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 بالنتائج، إكويشن أو معادلة مش عارفين ليه مش عارفين نظبطها. لا أني أداء كويس؟ الأداء الفترة دي كويس لكن متضايقين من النتائج. لا أنا بلعب على النتائج. أولا بس مش عايز أرجع ماتش الأهلي، إحنا ما لعبناش كويس. عشان بس الناس تبقى فاهمة، اللي بيلعب كويس ده يبقى عنده بعض المحاولات الجيدة
فالنتيجه جوان او ما تجيش. ما حصلش الكلام ده. مستحوذ اه. الاهلي بيقول لك اكسبني في اي وقت اه. ما كسبتش ليه؟ يبقى انا ما لعبتش كويس. يبقى انا التركيز قل مني الشوط الثاني، احساسي ان انا ممكن اكسب في اي وقت فطردت عليا. ولكن الاداء افضل نسبيا من الفتره اللي قبل اللي فاتت ما قبل جوزيه جوميز. ما لعبتش حد. اه. من اول كده هات ابو سليم مش عارف ايه لغايه قبل ماتش الاهلي. لعبت الداخليه كسبت في اخر خمس او 10 دقائق. ماشي الداخليه بتدافع وبتاع، وانت عارف الدوري المصري ليه حكايه لوحده يعني. الجونه مشينا كويس اه في الفترات اللي بيجي فينا جوان، سبحان الله. الاخطاء الدفاعيه دي، اولا الراجل مسؤول تماما قدام، انا حتى مش قدام الناس، قدام انا شخصيا مسؤول، لان هو عمل في الجونه مينا غير حوالي سبعه او اكتر من سبعه. انا كان نفسي، وانا قلت لك كنت هقولها، انا خسران من الاهلي اجيب الفرقه كلها اللي خسرت من الاهلي. احنا لعبنا كويس، هو مش انتوا لعبتوا كويس، روحوا اكسبوا الجونه. لكن انا بمفهوم المصريين، مفهوم المصريين ما عادش لعيبه خسرت، وانت زي ما بتقول او الناس كانت بتقول لا تستحق ان انت تخسر، وتقعدني وتحسسني او خليني افكر ان انا سبب الهزيمه. بيعاقب ولا بيجرب؟ بيجرب ايه؟ يعني بيعاقب اللعيبه اللي خسرت ولا بيجرب اللعيبه؟ كابتن حسين لبيب قايل له جرب ومش هناخد الدوري او مش هن طبعا. مش هنلعب في البطوله الافريقيه، ولا عايز تكسب عشان نخش؟ صحيح. لكن ما تجيش تقول لي جرب، انت بتجرب وبتجرب غلط وفي وقت غير مناسب. يعني قبل ماتش الاهلي بماتشين جرب ناس وقعدها ثاني ماتش خلاها بره ال 20. وسافر السعوديه وكان في ناس بتلعب اساس الماتش اللي قبليه وكانوا بره ال 20 او 23. مين يبقى مسؤول؟ المجلس ولا هو؟ التشكيله. النادي مديله او مجلس الاداره مديله الحريه في التشكيل. التشكيله دي مين اللي عملها انا؟ والتشكيله بتاعت الجونه انا. فما تجيش تغير سبعه ثمانيه في وقت الحاله النفسيه بتاعتك مش كويسه. انت خسرت اللي مش هيلعب وخسرت اللي هيلعب. ولذلك جه فيه اجوان وكان ممكن نخسر اكتر من ثلاثه. ماتش الجونه. فهي المعادله دي ان انت لو عندك لعيبه كتيره، انا لاعب كل ماتش اتنين مثلا او زي ما اشوف هو واحد او اتنين او ثلاثه بالكتير عشان اعمل توازن مع التشكيله. زي ما انت بتقول ان انت لسه ما تعرفش اللعيبه. الكلام ده ما بحبوش. لان ده لو واحد مصري كان مشوه. لكن الاجنبي يقول لك انا ما جبتش لعيبه، اصل اللعيبه دي انا مش مقتنع بيها، في لعيبه لازم تمشي. يا سيدي اعمل استقرار الفرقه دلوقتي وحط ايدك انت كمدير فني على التشكيله الاساسيه او اللي شبه انت شايفها اساسي واكسب بيها واحنا وراك. لما يخلص الموسم لما تيجي تقول لي كابتن حسين لبيب انا مش عايز ده مش عايز ده، هيقول لك ايه؟ حاضر عينيا. انت حققت المطلوب. بس وهنجيب لك اللي انت عايزه. حاضر. والناس مش مقصره. اللي مقصر هو بالنتائج. ما تجيش تقول التمرين واللعيبه وعامله، اول ما جه قال ايه؟ عبد الله السعيد ده انا ما شفتش زيه. صح؟ مش عارف كان ناصر ومين ومين ولعيبه صغيره فجاه ما بيلعبوش، فجاه قال لك لا ده مش عاجبني. لا انت ما تعملش زي اساريو، سوري ده كل ما يطلع ماتش يقول لك ده مش هيلعب تاني. ده هيتمرن لوحده. صح؟ لكن انت جاي على شبه استقرار بعد فتح القيد. طب هل فتره التوقف الحاليه هتساعده؟ يمكن عنده مباراه وديه الاسبوع ده مع زد، هل تجربه كافيه؟ مفيدة طبعا. قبل انا عايز هتكلم معاك عن الكونفدراليه، ولكن اللي جاي مباراتين ذهاب واياب بالكونفدراليه. فتره التوقف اللي هي بتاعت المنتخب الوطني، عندك مباراه مع زد وديه. مباراه واحده. مباراه واحده، هو قرر يلعب مباراه واحده بدل مباراتين. انا اعمل ايه في الماتش ده؟ تعمل ايه؟ اللي هلعب فيه فيوتشر هلعب 90% لازم يلعب. انت معكش غير شلبي وعواد اللي مش موجودين. حلو، ادي اثنين. وحافظهم يعني. فاضل تسعه. التسعة دول لازم يلعبوا الماتش ده لان ده الماتش الوحيد. وبعديها بعد الماتش الثاني كونفدرالية 26 ماتش الكونفدرالية 31 و7 تقريبا ماتش في النص البلدية بنطالب ان هو يتأجل يعني. تروح على الأقل اللعيبة جاهزة لأن فترة التوقف دي تبقى ملل على اللعيب المصري، ملل. لكن لما يلعب الماتش ويحس ان هو هيلعب أساسي والماتشين الجايين ورا بعض وفي ماتش ثالث ممكن يتأجل ولا لأ، هتلاقيه داخل في الجيم. لكن خلي بالك أنا أخشى إن هو يلعب مثلا شوط والشوط التاني يجرب، هي ما استفدتش حاجة. كفاية تجربة قصدي، خلاص انسى بقى التجربة. لا شوف، لو أنا مدرب أجنبي من أول أسبوع لازم أعرف أنت إيه بالظبط في التشكيلة.
يعني بالمعنى كده. انا دلوقتي مش حاجه اقول لك انا عايزين ندرس عبد الله السعيد بيعرف يلعب ولا لا، استحاله. حتى لو اجنبي حمدي لا طبعا، ما هو اجنبي ده احسن مني المفروض يعني، وبعدين اشتغل في السعوديه وعارف يعني عارف طبيعه اللعيب العربي. حمدي شيكابالا مش عارف، لا كل دول احنا نعمل المستحيل ان يبقى فيه تسعه كويسين ونشوف زيزو هيلعب ايه، يعني هل هو جاهز هيلعب شوط هيبقى جاهز بنفذه 100% ان شاء الله لمباراه فيوتشر. لان انا بقول له اهو رساله، كلنا مستنيين الكونفدراليه وخاصه جماهير الزمالك. لا ده مش اوبشن يعني بالنسبه لنا الكونفدراليه، يعني مش عايز اقول له اجباري لان هو هيتقيم بعديها. ويمكن مجلس اداره نادي الزمالك في اثناء التعاقد معاه قال له ان الكونفدراليه هو ناس دغري كده زي ما بيقولوا وعارفين هم عايزين ايه. انا احييهم على هذا القرار لان لازم يعرف بقى، لا اسما وتاريخا ومكانا ولعبا وجمهورا انت الاقدر بالفوز بالبطوله دي. ما فيش حد قال له مطلوب منه ايه، لكن لما شافوا النتائج اللي هي مش كويسه لازم يبقى في وقفه. احنا عايزين البطوله دي، الكاس خلاص دي البطوله اللي احنا عايزينها، والدوره دي انت بتخسر في الدوري فانت بتبعد. قبل الدوري كونفدراليه ورا حضرتك مع فيوتشر رايح راجع، مباراتين على استاد القاهره وسط ملعبك جمهورك، ان شاء الله يا رب يا رب يا رب تكسب، تلعب الكسبان من استاد مالي دريمز في قبل النهائي. الناحيه الثانيه اصعب الفرقتين اتحاد العاصمه ونهضه بركان. نهضه بركان هتلعب الفريق الليبي ابو سليم الليبي، و مين يا جماعه يونايتد الفرقه اللي هتلعب تقريبا اتحاد العاصمه الناحيه الثانيه، تقريبا اللي هيطلع من الناحيه الثانيه هيبقى نهضه يعني بركان. ممكن في الاخر مثلا النهائي باذن الله الزمالك ونهضه او اتحاد العاصمه، يونايتد واتحاد العاصمه وابو سليم ونهضه بركان. انا موافق بس نعدي فيوتشر وسهل انت تعدي فيوتشر، بتكلم في خمس مباريات خدت بطوله افريقيه باللي انت هتعمله بقى، تشكيل ثباته، الناس بتلعب في اماكنها، عندك اخطاء دفاعيه لازم 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 يحطها في عين الاعتبار. مباراه فيوتشر ذهاب وعوده تكسب ولا تلعب زي ما بيقول. انا بص الناس كلها بتقول الاهلي احنا لعبنا كويس، ايه الفائده اللي انا خدتها من ماتش الاهلي؟ التاريخ كتب ان النادي الاهلي كسب النهائي في 10 دقائق مثلا، في 7 دقائق كده خلاص. لان الاستحواذ ده خلي بالكوا احنا خدناه من اوروبا مش عارفينه ليه. هو انا صاحب النادي يعني الكور معايا؟ فاكر زمان لما كان يقول لك انا لازم العب عشان الكوره بتاعتي؟ لا الاستحواذ ده في اوقات معينه انت طالبها من اللعيبه عشان يا اما يجيبوا الجون الثاني يكون كسبان حتى كمان، او تزهق الفرقه اللي قدامك عشان يفتح واجيب الثالث. ده معقول يفتح وانت بتروح وما بتخلصش؟ او انت بتلاعب فرقه كسبان 3 في النهايه في نهايه المباراه 10 دقايق خلاص المباراه شبه مضمونه، او واحد من الفرقه الثانيه مطرود فالنقص العددي خليك انت متفوق، حاجات كتير. لكن انا مش اول مباراه لغايه انا مستحوذ بس ما بروحش للجون، ما عنديش مثلا خمس تصويبات و10 كورنر ومش عارف العارضه مطلعه ايه، ما عنديش الكلام ده، يبقى انا مش مستحوذ على حاجه. وفي النهايه زي ما حضرتك بتقول التاريخ كتب، خسرنا الكاس في السعوديه 2-0، فلازم يثبت التشكيله ويبقى عارف هو هيلاعب مين ويدرسه كويس عشان يحط التكتيك المعين اللي هو مفروض يتناسب مع نادي الزمالك. كابتن محمد الدوري لسه في الملعب؟ مش هقدر اقول لك الا لما كل ماتشات اللعب اللي هي المتبقيه سواء للزمالك ايا كانت النتائج، ايا كانت النتائج شايف ان الدوري لسه في الملعب؟ لسه ما عدناش، ما خلصناش اصلا الدور الاول. طيب كبرت حضرتك كمل في الدوري المصري يعني. كمل الماتشات اللي باقيه لك مع موازنه عدد النقاط، الملعب موجود لسه في الملعب. جزء او مشكله من مشاكل النهوض بالكره المصريه هو الالتزام بالجدول والفير بلاي لكل الفرق، ولا شايف ان ده امر خارج عن ايدينا؟ انا ده خارج. سؤال مش على فكره احنا مين الازمه دي؟ مين احنا؟ احنا مصريين مسؤولين عن الكوره. مفيش دوري في العالم فيه تاجيلات عشان ده بيلعب هنا ده بيلعب، هتقول لي المساحات والمسافات وبتاع، اللي مش قادر يجيب طياره خاصه يروح يجيب ياما. انت بتلعب فين؟ في البطوله مثلا الافريقيه دوري ابطال مش كده؟ اكيد معاك فلوس يعني. معاك فلوس. مش بنتكلم من فرق بقاع يعني. لكن ما تجيش تحمل عائله الزمالك. الاول كنا بنقول ان اتحاد الكوره او الناس المسؤوله بتخاف شويه من الاهلي والزمالك. ما ده ما فيش عدل. لو خفت من الاهلي والزمالك مش هتعمل حاجه. في ناس تلعب في الجوله ال 18 وفي ناس في الجوله ال 8. ما ينفعش. مينا خش على السعوديه، خش على فكره، خش على العراق، خش على ليبيا. في ناس مش شايفه الدوري ده، انا بشوفه. ما فيش تاجيلات.
هات تاريخ ابو سليم في الدوره دي او في البطوله دي وهو بيلعب فين؟ بره ملعبه اصلا، بره ملعب. ملعب في الجزائر مثلا او في تونس او كده. شوف متاجل له كام ماتش وهيرجع يلعب امتى، ومفيش بقى حاجه اسمها ارهاق ولا، ما انت معاك جهاز فني ايه وطبيب وتغذيه واحمال وي 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 ليه؟ اشمعنى اوروبا؟ طب اشمعنى ما بناخدش بقى الاستحواذ من اوروبا، ما بناخدش ده من اوروبا ليه؟ مش عارفين نعمله ولا احنا بنتحايل؟ في ماتشات بتتاجل قبل ما يجي ميعادها، وفي ناس زي ما حضرتك بتقول 18، في ناس تعبت 8. طب ماشي انا معاك، ال 10 ماتشات دول هتحط لهم وقت فين؟ والدوري هيخلص امتى؟ وهنبدا الدوري الجديد امتى؟ ما دي كل سنه احنا من ايام بقى ايه؟ كورونا، من ايام الكورونا عمرنا ما خلصنا دوري شهر 6. حلها ايه يا كابتن؟ في ناس كتير قالت دوري من دور واحد، دوري لا مجموعتين. لا 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 انا رافض، مش رافض يعني، دمه تقيل. ما هو هتعمل دول يا تلغي دوري موسم، وانت انا بسال حضرتك لا يعني ما تلغيش. هو لو كان سمعوا ايام كورونا نلغي الفتره الاخيره بتاعت الدور الثاني وبدانا من جديد، ما كناش ولا تعبنا لغايه دلوقتي. دلوقتي الحل وجهه نظرك يعني؟ ما هو لازم يشوفوا لها مجموعتين صعبه شويه. دوري موسم، دوري زي دور واحد، المحترفين بتاع الدرجه الثانيه دور واحد، الجزء الثاني، الجزء الثاني خاصه بتوع الصعود، الفرق اللي تحت دي كلها ماتت، اللي ما بتلحقش تعوض. وبعدين انت عندك خلاص بيبقى في تجميع النقاط فوق وتحت بيبقى في 3 4 فرق تحت ماتت. فتقول لك انا هلعب ليه؟ وتسمع بقى ده اشترى وده باع وده عمل كلام ملوش لازمه، بس اتمنى ان يلاقوا لهم حل، لان الوقت مش مصالحنا. وده اللي هيخدم، هيخلي الكره المصريه دايما نشوفها يعني، دايما بنحط المغرب مثال وكاس العالم. طب احنا نفسنا، بس هي مش هتيجي كده يعني، مش هنروح نلعب ونكسب. هو عيب، هو عيب ان انا اسالك كمغربي انت عملت ايه؟ لا طبعا مش محتاج اسالك يعني، هو الامور واضحه. طيب بص على الدوري، وبص على الاسس، وبص على القوانين، وبص على الفير بلاي اللي لازم تتحقق من اكبر تكافؤ فريق. تكافؤ الفرص مفيش تكافؤ فرص خالص في الانديه. في ناس العب يلعب، تأجيل خلاص. طيب اخر سؤال انا عايز اساله لك قبل اسئله الشاشه، واو لا، نادي الزمالك ظلم تحكيميا في مباراه نهائي الكاس؟ لا. شكرا. اسئله الشاشه، افضل مدير فني اجنبي في تاريخ نادي الزمالك هو؟ على ايامنا ولا في تاريخ نادي الزمالك كبطولات وكده؟ فريرة. فريرة افضل من تولى الاداره الفنيه لنادي الزمالك في التاريخ؟ لا هو في التاريخ من يعني بطولات، جاب بطولات واشتغل في الزمالك. تمام، خاصه الفتره الثانيه، الفتره الاولى كان فيها دوري من 1911 لحد النهارده. مين افضل؟ هو فريرة. تمام، اللي بعده، افضل لاعب دربته خلال مسيره حضرتك التدريبيه؟ والله في كتير. مين اللي جه في بالك دلوقتي حالا؟ لا في كتير والله، يعني جه في شيكابالا. وشيكابالا ليه قصه عندي، ان قبل ما ادرب الزمالك كنت بسمع ما بيتمرنش، ما بيجيش، مش عارف ايه، لقيته حاجه تانية خالص. انا جيت قلت له انا اتصرفت، انا دربتك. قلت لشيكابالا، قلت له انا كنت بسمع عنك قبل ما اجي كذا كذا كذا. يمكن تصريحات لسه نسمعها لحد من قريب، شيكابالا ما بيحبش يتمرن، شيكابالا ما بيحبش معسكرات، الكلام على فكره. اول واحد بيجي النادي عنده طقوس كده، يقعد مع العمال بتوع النادي، كان يفطروا وبعدين يخش مش عارف هيعمل ايه، يعني بيجهز نفسه للتمرين، وبعد التمرين اخر واحد بيمشي. معسكرات ملتزم؟ بقول لحضرتك بيجي اول واحد بيمشي. انا مش بسألك، انا عايزك ترد. هو كان في تصريحات بتطلع الجمهور بيبقى فيها جدل، عشان كده من ضمن الحاجات انا كنت سمعتها قبل ما اروح، ما بيحبش يسافر، ما بيحبش معسكرات. بالعكس، انا من ضمن المعسكرات اعتقد اتعمل له عيد ميلاد او حد، كان هو اول واحد جاب التورته وجاي، والله العظيم ما بكذب. ككابتن بقى، كشيكابالا، كحابب الراجل اللي رايح له، بس ملتزم في المعسكر، مفيش خروج ولا بتاع زي ما الناس بتسمع كده. ده على ايامي يعني، اللي انا شفته. عندك التزام 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 في التدريب وعلى ايامك ده من فترات شيكابالا اللي هي كان متوهج فيها يعني، من احسن فتره من فترات، احسن فترات شيكابالا. كان هداف، انا افتكر في المقاولين جاب 3 اجوال، مش عارف يعني، كانت مسيرته ماشيه كويس قوي بصراحه. اللي دربته بقى وعنيد جدا طارق حامد. عنيد، مفيش حاجه، تمرين خفيف وينزل ويعمل مش عارف ايه، وحديد ايه، ويعمل ايه، وحاجات يعني محترف بيجهز نفسه انه عايز يلعب ماتش كويس. عنيد دي بصيغه حلوه، مش صيغه عنيد، عايز يبقى كويس.
بيجز على الكوره. في ناس كتير احمد عيد عبد الملك ده ما حدش يعرف عنه حاجه. ده بقى اللي كان بيجز. استحاله يخسر. يعني خساره طبعا في التمرين في اي حته. يعني كنا بنتكلم على حسام مثلا وابراهيم في التمرين ان هم عايزين يكسبوا، لا احمد عيد ده كان حاجه ثانيه. وانا ما كنتش مصدق لان ده كان فيرويد او وينج ليفت. يعني اللي هو ايه اللي اديلك بقى والعزم وقف وعايز يرقص. لا لا لا. بيجز بيجز يعني. عندنا امثله كتير يعني، مش عايز اظلم حد، لكن انا اكتر واحد انا عاشرته وكنت عايز ببص عليه للي سمعته هو كان شيكابالا. وقلت له انا اتشرفت. قلت له اللي بعده. طولنا في السؤال. ها لا براحتك كده كده. افضل خمس لاعبين في جيل حضرتك. من غيري كابتن حسن شحاته، كابتن علي الخليل، كابتن فاروق جعفر، الله يرحمه الكابتن طه مصري، وكابتن محمد صلاح. لا من غيري انا، من غيري. ماشي. والخواجه. الخواجه محمود الخواجه. اللي بعده. لاعب تتمنى انضمامه لنادي الزمالك، وخلينا سهلة عليك، لاعب تتمنى انضمامه ومعار يرجع. هو حسام. حسام اشرف يرجع. طبعا. طيب ولاعب تتمنى انضمامه يرجع نادي ثاني؟ لا لا يعني ما صفقه. اجنبي ولا مصري؟ خلي واحد كده واحد كده. انا عايز انا بحاول اجيب منك كل حاجه. مصطفى فتحي يرجع. يرجع. مش عارف يعني ايه الامكانيه، بس اتمنى اتمنى. هو اجنبي. لان هو اتظلم في الخروج. اتمنى 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 حد زي كوارشي. حد زي كوارشي الله يرحمه. اتمنى يعني في الجيل بتاع الثمانينات ده اتمنى حد زي كوارشي. لان غالبا احنا بنجيب افارقه دلوقتي، انا اسف، ميتين. مش الكواليتي المطلوب. ميتين، سيب بقى العامه هي، معلش انا اسف في اللفظ، كان بقول لك ميتين. لا يصلحوا ان يكونوا في نادي الزمالك. تمام. اللي بعده. انا مش عايز اسالك على امثله وكده. تعرضت للظلم في مجال التدريب لهذا السبب؟ بص انا مش عنيد في التعاقدات بس جد. ولازم يعني اقول لك ان ما حدش هيخش في شغلي مثلا. لان تعرضت مثلا، رحت ثلاث اربع انديه ابن رئيس النادي بيتدرب معانا. فبيبقى في حزازيه او لا، فلازم اجيبه واقول له انت ابنه هناك ولعيب هنا. ولو مش مقتنع بيك مش هلعبك. ده اكيد. والناس لعلمك بتسمع بتنفذ يعني بصراحه. حصلت موقف معاك؟ بدون بدون ذكر اسماء يعني. لا 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 لا. حصلت موقف زي كده معاك؟ لا هو انا ظلمت ابن حد، بس زي ما احنا كنا الاول انا عايز اكسب. مش فارق لي يلعب بمين؟ مش فارق مين ولا اجرب ايه ولا بتاع، انا عايز اكسب. بس معنى ظلمته ان هو كان يستحق فرصه. ما هو لا، طالما بيتمرن معاك يستحق فرصه، بس هو كان بياخد فرصه في الماتشات الوديه. الرسمي يمكن كان لعب ماتش او ماتشين في الكاس، لكن هو ممكن يكون لعيب كويس بس مش زي اللي انت معتمد عليهم. وهيكسبك. او زي ما بتقول بقى التشكيل الاساسي ويكسبني. تمام. اللي بعده. وكلاء اللاعبين اصبحوا يتحكمون في مصير نعم كره القدم. نعم، من غير ما تقول لي نعم نعم نعم. مش في ال مش اللاعبين كمان، المدربين. وكلاء المدربين. بمعنى يعني اللاعبين وعارفينها. ايوه ما هو زي اللي زي انت لو عندك وكيل ممكن يجيب لك اي عن طريق علاقاته بالانديه في التدريب حتى لو لا تصلح. لا ما هو ما بيبصش لا تصلح ولا لا. الفلوس ايه وهياخد ايه وتاخد ايه وصاحبه كوميشن يعني وخلاص. وصاحبه رئيس النادي او حد في المجلس. هي الكوره كده دلوقتي، خلي بالك. وانا بقول للناس اللي الصغيرين اللي طالعين اوعى تزعل اللي انت ما بتشتغلش، انك مش هتشتغل الا اذا تحط تحتها مليون خط. ما كنت صاحبك في بيزنس، في شغل، في معرفه، في في في، لكن بالشهادات لا. في ناس كتير ظلمت. اللي بعده. كابتن حسام حسن سينجح مع منتخب مصر؟ هينجح ان شاء الله. واحنا نعم. في ظهره. كلنا نعم. في ظهره. نعم نعم. اللي بعده. وبس لو سمحت لي خلاص. لا لا اتفضل. في؟ في اسئله ثانيه يا جماعه؟ هو ليه احنا بندعمه؟ لانه مصري. من ايام الكابتن، من ساعه الكابتن حسن شحاته وقبليها الكابتن جوهر الله يرحمه، المدرب المصري ملوش اي مجال خارجي. وللاسف مش عارف ليه يعني، بعد الكابتن حسن ما خد ثلاث بطولات كنا نفتكر ان المدرب المصري هينتشر مثلا في الخليج. ما حصلش. فاتمنى ان حسام يعملها لحتى المدربين زمايله، ان يفتح لهم ابواب كتير قوي التدريب في الخارج. طب اخيرا رسالتك
لجماهير نادي الزمالك، رسالتك لنادي الزمالك ومجلس ادارته؟ الاول بس الجماهير دي الانديه عماله صداع، انا مش عارف اعمل يعني. انا والله العظيم ثلاثه هم سمعوني قبل كده كتير، والله 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 طبعا هم مش محتاجين لهدايا ولا مجاملات ولا حاجه خالص. انا ما شفت جمهور زي الناس دي بتمشي وراك حلوه بقى والمره واغاني ويسافر ويجي وتتغلب يدعمك. فجي في مره شيكابالا عمل حاجه حلوه قوي، العلاقه اللي بين الجمهور وبين بعض اللعيبه اللي جديده مثلا ولسه جايه او ملهاش علاقه، عشان ما تخافش من الجمهور يروح يعمل ايه؟ شوف انت القصه دي؟ ياخدهم، عايز يعمل علاقه بينك وبين الجمهور، لان اول ما الجمهور حبك فانت بتلعب في امان. مرتاح. فانا بقول لك لو عندي هدايا، عندي طبعا مش هكفيهم اي حاجه. هم نمره واحد، هم نمره واحد في نادي الزمالك. رسالتك لمنظومه الكره داخل نادي الزمالك، مجلس الاداره، اللعيبه، جهاز فني؟ في منظومه في الناشئين ولا في الفريق الاول ولا الكل؟ كل. يعني اتمنى عايز توصل رساله معينه لحد وصلها عادي، مفيش مشكله. لا انا اتمنى ان كل من خدم في نادي الزمالك يشتغل في نادي الزمالك. مش شرط ان انت تجيب حد، دي اللي انا بقولها بقى، صاحب فلان ابن فلان اصل ده ليه علاقه بيه. لا، ده هتعرف نازل ومعاه شهادات تدريب، عشان عايزين نلغي موضوع ان انت اول ما تعتزل تدرب. انك لازم تكون مؤهل انك تدرب. ما تعرفش تدرب وما خدش دراسات. فانت بتظلم حد تاني. وده اللي موجود في نادي الزمالك دلوقتي بالنسبه لقطاع الناشئين. في ناس كتير جدا لا تستحق، وفي ناس بره كتير جدا تستحق. هي عايزه بس موازنه عدل يعني. يمكن مجلس اداره نادي الزمالك دلوقتي شغال. انا دايما من بعد الانتخابات وبعد ما وعدوا الناس بالفك القيد، وعدوا اوفوا اختيارات اللي الناس بتتكلم عليها، وانا منهم، العشرة مش كويسين، ممكن يبقى عندك ريسك في 3-4، لكن كان وقت ضيق. ده كويس ان هم جابوا المدرب يعني، كنا بنحلم بصفقه صفقتين بس. احنا عايزين نعلن، وانا واثق ان في شهر في الصيفيه الامور كلها تتغير باذن الله ان شاء الله، بس بشرط باذنك يا رب ناخد الكونفدراليه ان شاء الله باذن الله. ده كل التوفيق لنادي الزمالك ومجلس ادارته اللي ماشيين على خطى ثابته. كابتن محمد صلاح، للاسف وقتنا جري، ولكن نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. شرف ليا وحضرتك معانا. لا شرف ليا. ربنا يخليك. ربنا يخليك دايما فرحان كده ان شاء الله. ربنا يخليك. استاذن حضراتكم، نطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل نقاد رياضيين، احمد الاحمر وعبد الحميد فراج. اوعوا تروحوا في اي حته، تابعونا. شهد شهر رمضان المعظم على انتصارات مدوية لفريق الكرة بنادي الزمالك على المستويين المحلي والقاري خلال القرن الحالي، واستمرت انتصارات شهر الصيام عالقة في أذهان وقلوب عشاق ميت عقبة. وفي نهار رمضان يسطع هلال الزمالك في جنوب إفريقيا، فبعدما تأخر في وقت مبكر من عمر مباراته أمام أورلاندو بمنافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالكونفدرالية نسخة 2015، يعود بانتصار ثمين من خلال هدفين حمل توقيع كل من النيجيري معروف يوسف الذي أطلق مدفع رمضان قبل موعده، والموهوب مصطفى فتحي الذي سجل بيسراه واحداً من أجمل أهدافه. ومن قلب الكاميرون يتوج الزمالك بأول لقب في تاريخه لمسابقة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 2000، رغم خسارته على يد كانون ياوندي بهدفين نظيفين، معتمداً على فوزه بالقاهرة بنتيجة 4-0، ليتوج الفارس الأبيض باللقب القاري في شهر الصيام. وطال انتظار جماهير الزمالك على مدار 11 عاماً حتى يتمكن الفريق من تحقيق انتصار خارجي له بمرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خارج حدود ميدانه، وتحقق ذلك في نهار رمضان على حساب إنيمبا النيجيري بهدف نظيف لباسم مرسي بنسخة 2016 لتهب نسائم الفرج على القلعة البيضاء في الشهر الكريم. ويقود حسام حسن فريق نادي الزمالك للفوز بهدفين نظيفين في شباك مازيمبي الكونغولي بملعب القاهرة بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2002 في أمسية رمضانية بيضاء، ليتأهل بطل مصر لنهائي المسابقة القارية عن جدارة واستحقاق. ويتجدد اللقاء مع صولات وجولات وغزوات الزمالك في إفريقيا خلال شهر رمضان، وينتزع الفريق الأبيض تعادلا سلبيا بطعم الفوز من قلب مركب محمد الخامس بالمغرب في مواجهة الرجاء البيضاوي بذهاب نهائي دوري الأبطال 2002، وهي النتيجة التي منحته الأريحية في لقاء العودة
الذي حسمه بهدف نظيف وعانق من خلاله اللقب. وعاد الزمالك لعناق لقب قاري جديد في شهر رمضان بعناق الكونفدرالية الإفريقية نسخة 2018-2019 على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح في ملعب برج العرب. ويدون نجوم الزمالك ثلاثية تاريخية في شباك الإسماعيلي في الأرماق الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز موسم 2014-2015 ليمنح الانتصار أبناء مدرسة الفن والهندسة أفضلية كبيرة في عودة الدرع الغائب عن أحضان ميت عقبة، وهو ما تحقق بالفعل في نهاية الأمر.